التحرش الجنسي ظاهرة عالمية، نراها في بلداننا العربية وفي دول المنطقة وفي العالم على تفاوت فيما بينها. في تحليل الظاهرة وأسبابها تقفز جملة من الأسباب، منها ارتفاع سن الزواج والبطالة والفراغ والكبت الجنسي مع توفر المثيرات في كل موقف. نبض العرب، الاستفتاء الذي يعده تلفزيون الآن وتنفذه له شركة يوغوف سراج للبحوث والاستشارات في 19 بلدا عربيا، ناقش ظاهرة التحرش الجنسي وأسبابها والطريقة المثلى للتصرف في مثل هذه الحالات. التحرش الجنسي ظاهرة اجتماعية يعانيها كثيرون في حياتهم اليومية، ونبض العرب، الاستفتاء الذي ينفذه تلفزيون الآن وشركة يوغوف سراج للبحوث والاستشارات ناقش هذه الظاهرة، واتضح من خلال هذا الاستفتاء أن 4 من كل 10 مستطلع آراؤهم في الإمارات والسعودية واجهوا على الأقل نوعا من الأنواع المختلفة من التحرش الجنسي في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والشوارع بمقدار 63%، وأماكن العمل بمقدار 33%، وعبر الإنترنت بمقدار 28%، وفي المدارس بمقدار 24%. اعتدنا دائما على ما يقال بأن ثمة إيحاءات للشخص تشجع على التحرش الجنسي، وأنه نوعا ما يتحمل مسؤولية ردة الفعل هذه. وعندما طرحنا هذه النقطة على المستطلعة آراؤهم، تبين أن 59% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون هذا، ويرون أن طريقة ارتداء الشخص وكلامه وتصرفه تشكل إيحاءات للتحرش بمقدار 64% في السعودية و55% في الإمارات. أما عند السؤال عما إذا كان التهاون مسموحا عند التعرض للتحرش الجنسي، فغالبية المستطلع آراؤهم لا يسامحون هذا التصرف، خاصة في المدارس بمقدار 55%، بينما 75% قالوا إن أي عمل من أعمال التحرش الجنسي يجب أن ينقل إلى السلطات فورا. نقطة رئيسة هنا، وهي إدراك أهمية الإبلاغ عن حالات التحرش، ف8 من كل 10 أشخاص استطلعت آراؤهم يعون هذه الأهمية، التي تكمن بأن عدم الإبلاغ سيشجع الفاعل على تكرارها، وعدم الشعور بالذنب الذي اقترفه وفقا ل82%. ويبدو أن الناس أكثر انفتاحا لمناقشة هذه المواضيع علنا بمقدار 46%، وبمساعدة وسائل الإعلام التي أضحت تتحدث بحرية أكثر عن هذه المواضيع وفقا ل49% في الإمارات و43% في السعودية. دانا، هل سبق وتعرضتي لأي نوع من أنواع التحرش الجنسي؟ بصراحة في غالبا يعني أكثر فترة الواحدة بتلاقي بتتعرض لهذا الموضوع، يا أما بتكون بالمدرسة لساتها صغير بأول سن بلوغها، أو بالشغل. يعني في كثير بيكون في ظاهرات تحرش بهذا الموضوع. في 4 من بين كل 10 يعني بالإمارات بالسعودية تعرضوا لأي نوع من يعني 40%، وهي نسبة غير قليلة. مظبوط. هل بتعتقدي أنه فعلا الأسباب عدم توفر الزواج أو توفر المثيرات بكل موقف مثل ما ذكر التقرير؟ من بعض أسبابها أنه كثير غلاء المعيشة، يعني ما حدا هلا عم بيقدر يتجوز، لأن الصبايا صارت طلباتهم كثيرة، بدها 5 نجوم وبدها أشياء كثيرة، والشاب ما عنده قدرة مالية أنه يعمل هذا الشيء، فهذا سبب من الأسباب. وبتوقع السبب الرئيسي كمان هو الإعلام، له دور كثير كبير. لما عم تنفتح قنوات يعني غير شرعية، فهذا بفتح الشباب والصبايا على أمور يعني ما يعني إحنا ما تربيناها في بيوتنا، يعني ما تعلمناها. أنا بعتقد على كل حال يعني ظاهرات التحرش الجنسي كانت حتى قبل الإعلام، يعني هي موجودة بالتاريخ. شو تعليقك مدام منى على هذا الموضوع؟ يعني تقريبا 40% الاستطلاع بيتم ب 19 بلد عربي، يعني في بلدين فيهم 40% قالوا انه تم التحرش فيهم جنسيا باي، يعني يمكن بكل من هو التحرش الجنسي له مواقف مختلفه. يعني زي ما انت قلتي في الاول، الموضوع ده مش محصور على البلاد العربيه، دي ظاهره عالميه. اول حاجه الاساس في البيت، الاهل ربوا ولادهم ازاي، الوالده الدور اللي هي انها تعلم ولادها الصح من الغلط، التربيه الدينيه،
ان لو واحد شاف ابنه بيعاكس او ما يعديهاش، لازم يعلمهم ان هل فعلا هو دائما بسبب يعني التربيه الدينيه لها دور؟ لانه انا بعرف انه انت يعني كست مصريه عشتي اغلب عمرك بالولايات المتحده، ولكن السنه الماضيه كانت مصر تتربع يعني على قائمه الدول اللي تم فيها التحرش الجنسي بشكل سافر حتى بالشوارع. انا بصراحه يعني ما عنديش الستاتستكس، بس متاكده ان لا، ان التربيه عليها عامل، يعني ازاي الناس بتربي اولادها دي عليها عامل كبير. العامل الثاني ان الواحده لازم بناتنا كلهم يبقى عندهم وعي، لازم نعلمهم ازاي يبقى عندهم وعي وادراك للمواقف. أول حاجة لازم تتعلم إزاي تدافع عن نفسها، دي حاجة أنا بأيدها جدا، إن أي بنت لازم تاخد دروس في الدفاع عن النفس، سواء تايكواندو أو كاراتيه أو وحتى 75% قالوا إنه أي عمل من أعمال التحرش الجنسي يجب أن يبلغ للسلطات. وأنا بعتقد يمكن حتى إذا كل رجل فكر إنه الست اللي مارقة من حده هي أخته أو أمه أو مرته، هو سبب كافي ليرضعوا عن التحرش الجنسي حتى لو بلفظ.